وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية السيدة هدى بفالح الكوبيسي. مرحبا بك معنا. أهلا، مرحبا. كما تابعت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا اتخذت فعليا هذا القرار بعدم تمديد استثناء العراق من تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد النظام الإيراني، فإن العراق سيواجه أزمة طاقة حادة. ما احتمالية ما توقعته الصحيفة برأيكم؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. لنأخذ الموضوع من منظورين ومتغيرين في نفس الوقت اللي ذكرتموه أيضا أنتم في تقريركم، منظور جيوسياسي ومنظور جيونقطي. تأثير هذين المتغيرين على السياسة الدولية وكيف سيتم التعامل معهما. بهذا الشأن، أنه في حالة تمديد وكما ذكرتم ايضا مشدد، او في حاله عدم التمديد. في حاله التمديد، لانه العراق وضح وجهه نظره على للولايات المتحده الامريكيه على اساس انه كل حقوقه النفطيه تستخدم امدادات ماء الغاز والكهرباء من ايران، وبالتالي لا تستطيع الاستغناء عنه في الوقت الحاضر. يعني هذا جهه. الجهه الثانيه انه وجهه نظر الولايات المتحده الامريكيه هي تعلم جيدا حتى لو اوقف استيرادات العراق، هناك حدود طويله ما بين العراق وايران تصل تقريبا الى حوالي خلينا نقول 1000 حوالي نعم حوالي 1500 كيلو متر، وبالتالي هذه الحدود الطويله تستطيع من خلال التحايل على العقوبات، وبالتالي يتم من تحويل من غاز وكهرباء من ايران الى العراق. هاي في حاله اذا حتى لو عدم الموافقه، وفي حاله الموافقه ذكرنا انه الحقول النفطيه وكل امدادات العراق الداخليه والخدمات هي تعتمد على الغاز والكهرباء ايران. هذا من جهه اخرى، يعني هو اساسا احنا الان يوجد هنالك مدفوعات ماليه يجب ان يدفعها العراق، ولكن هذا الضمان كتاب الضمان موجود في البنك المركزي بسبب العقوبات لانها لا زالت مستمره، لم يتم دفع 5 مليارات الى نعم صالح ايران. سيده هدى، ما اثر وقف استيراد الغاز على امن الطاقه في العراق فيما لو حصل؟ نعم، اكيد هنالك تاثير كبير، وبالتالي سيتم يعني توقف جميع المشاريع، سواء كانت هذه المشاريع نفطية أو غير نفطية، خدمية أو غير خدمية، لأن الاعتماد على هذا المورد هو بشكل كبير من إيران، وبالتالي أكيد ستصبح هنالك مشكلة كبيرة، وسيؤثر أيضا على موازنة 2020 التي لحد الآن هي غير معروفة معالمها وغير معروف الحصص الموجودة فيها المقسمة كنفقات تشغيلية استثمارية وكعجز وإلى آخره. وسيزداد العجز على ما هو عجز. نعم. لجنة الطاقة النيابية تقول أن أغلب الوزراء يعملون على منطق عدم الاستفادة من الغاز لاستيراده من إيران. ما الجهود المبذولة من أولئك الوزراء في هذا الملف؟ نعم، يعني أيضا ذكرتم في تقريركم السيد خربيط أشار في هذا الموضوع بأنه الوزراء اللي يأتون هم يعني لم يستفاد من هذه النقطة. هنالك نقطة جدا مهمة، النقطة هي قد تكون فنية، يعني أنه عملية استثمار الغاز الصاق النفط هي عملية ليست سهلة. نحن نستورد الآن مليار قدم مكعب يوميا من إيران. حتى المشروع الذي يحاول يعمل على قيامه مع بعض الشركات الأمريكية للاستفادة من الغاز المصاحب في 5 حقول نفطية في جنوب العراق سيصل الاستخدام أو المعالجة 300 مليون قدم مكعب. تقدر تلاحظ حضرتك الفرق ما بين مليار و200 قدم مكعب نستورد وما بين 300 مليون قدم مكعب. العملية ليست سهلة، العملية نوعا ما مكلفة ومعقدة وجيولوجيا فيها صعوبات، ولكن أيضا نقول أن هذا لا يمنع أن العراق يجب أن يكون في هذا الموضوع، كان يجب عليه ان يكون سباق، يكون واضع في باله منذ سنوات هذا الموضوع ليس بجديد، الاستفاده من غاز الصاحب وبالتالي الابتعاد عن الاستيراد. هذا الموضوع ليس
قبل 5 سنوات ولا 10 ولا حتى يعني من سنين حتى ما قبل 2003، وبالتالي في كل هذه السنوات وبعد 2003 وانحسرت بعض البنى التحتيه للصناعه النفطيه، مع هذا نعم لم يتم الاستفاده منه، ولكن ارجع واقول ان العمليه ليست سهله، العمليه تحتاج الى كثير من التعقيدات الماليه والفنيه والتكنولوجيا. نعم. هناك كما قالت لجنة المالية النيابية أن ارتفاعا سيكون في معدل العجز في موازنة العام الحالي قد يصل إلى نحو 48 تريليون دينار كما قالت اللجنة، هل من علاقة بين هذا العجز وبين أزمة الطاقة في العراق؟ يعني العجز في الموازنة، هذا العجز أيضا هو غير واضح، لأن الموازنة أساسا هي لم توضح ما هو تصنيفات هذا العجز، لأن هذا العجز نعم قد يكون جزء منه هذا هو الطاقة اللي هو إحنا نعمل على إنفاقه بين حين والآخر، مدفوعات يجب أن تدفع إلى إيران، ونتيجة للعقوبات يتم توقيف هذه المبالغ النقدية أو الإيرادات التي يجب أن تذهب لإيران، هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك إضافات 36 ألف وظيفة ودرجة جديدة لبعض القوى هنا وهناك، وبالتالي فإن مجموع هذه الأشياء التي تحدث في توضيح وتوصيف العجز في الموازنة من الصعب أيضا أن نشير له بالضبط أنه نعم هو من أزمة الطاقة، ولكن أيضا هناك إضافة درجات وظيفية غير موجودة، أو خلينا نقول أنها يعني توضع تحت تصنيف الفضائيات، يعني الوظائف الفضائية وإلى آخرها، الموظفين الفضائيين. شكرا لك. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية سيدة هدى بفالح الكوبيسي.